تصل الكرة لمصلحتي، لكن سأذكر عن خبر هذا المدرب وعن سجله التدريبي، لكن بعد لقطة هلالية بيمشي ويحاول جول 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 هلالي، أحمد الإفريدي يعود ويسجل للزعيم ويحرز. الإفريدي الذي غاب عن جو اللقاء يعود بالهدف الهلالي الأول. متى ما يعود الإفريدي مرهونا بانتصار هلالي، ماركة الإفريدي لا تتغير دائما، ويسجل الهدف مع افراح للجماهير الزرقاء. هذه جماهير الهلال تفرح وتسجل الهدف وتحرز الهدف بكل تأكيد. شاهد الكرة الماضية وشاهد التقدم والتمريرة ممن انه من يو بيونغ سو، زعامة بلا حدود للفرقة الهلالية بالصدارة، بالصدارة الهلالية. يا سلام على بيونغ، يا سلام على الفريدي، والفريدي قدام المرمى.